انا فلوس ديالي كاملين نسحبهم ما توصل فيهم في الباينس ديالي ولا ما كملتش الحمد لله في الباينس توصلت بيهم هي زائد 103 دولار. السلام عليكم، كيف الاحوال ديالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا مزيانين باحسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد وفكره جديده ليكم نتوما اللي تفيدكم ان شاء الله بطريقه اللي سهله بسيطه، ما خصكش حل خبره بزاف، انما فقط انك ضروري تفرج لهذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم كل شيء. داك الساعه عندك اختيار ديالك، اذا بغيتي تخدم بها مرحبا، ما بغيتيش تخدم بها عطا الله الطرق اللي كنشاركوا معكم في القناه، كل واحد طبعا كتناسبو شي طريقه. فشوف الفيديوهات وشوف الحاجه اللي تناسبك وبدا بها. اهم حاجه ما تبقاش تسمع الهضره السلبيه ديال الناس اللي كيقولك ما كاينش عامل في الانترنت، ما تقدرش تربح من الانترنت. بالعكس، شوفوا بزاف ديال الناس اللي قدروا انهم يطوروا حياتهم غير من الانترنت، وانت خمم في راسك. وكذلك اهم حاجه انا كنقولها دائما هي التجربه، سواء كنتي ديك الموقع مقتنع به جرب طريقه اخرى، جرب دائما ما تشوفش غير الراي ديال الناس وتحكم عليه. الناس ما ربحوش انا ما ربحش، لا ربما داك الناس ما جربوش مزيان، لا ربما داك الناس ما عرفوش يخدموا بديك الطريقه. لهذا دائما اعتمد على راسك وانت دخل وقرر براسك. المهم الطريقه ديال اليوم ما محتاجش فيها واحد الخبره بزاف، حيت انا بالنسبه لي نقدر نقول لك الطريقه ديال اليوم الربح منها فقط من النقر. ضروري خصنا واحد الحاجات اللي نقولو لكم في الفيديو، ولكن اكثر يعني عباره على النقر، اننا نقرو ونربحو ماشي على اعلانات ولا على الفيديوهات، انما تعرفوا في الفيديو. بحال العاده كاين مسابقه ديال الدعم مبلغ مالي، من خلال الفيديو انت كتفرج وكتطرح واحد الكلمه كتخلي لي في التعليق مع التعليق ديالك، تشارك في القناه تعمل لايك، هكا كتكون دخلت في المسابقه. كنختار شخص واحد كتوصل معاه كسر 20 دولار. هادشي ما كان، دابا ندوزو باش نشرح لكم كلشي بالتفاصيل، فيلا بينا على بركه الله. المهم هذا هو الموقع ديجا شاركته معكم، هنا التسجيل سهل، ديجا نخلي لكم واحد الفيديو في صندوق الوصف تعرفوا كيفاش تسجلوا. الامر اصلا واضح، انا غادي نفتح الحساب ديالي ونشوفوا مع بعضنا. هنا فتحت الحساب ديالي، نوريكم اول حاجه شحال عندي. عندي 114 دولار هي اللي نسحبها معكم اليوم في هذا الفيديو، وغادي نوريكم طريقه ديال العمل وكل شيء. وانت كيبقى لك واش تخدم في هذا الموقع ولا لا، ما كنصح حتى شي واحد بشي موقع، انما انا فقط كنشارك معك واحد التجربه، وانت كيبقى الراي ديالك واش تخدم فيها ولا لا. ولكن انا دائما كنصح انا والانسان يخدم بالحاجه اللي مجانيه. المهم هنا اول حاجه ملي كنمشيو للجيم بحال الالعاب، كنلقاو هاد الالعاب هادو اللي انا الصراحه شخصيا ما كنخدمش بيهم. يعني كي مثلا كتجبر هاد ريد اند جرين هادشي، وكاين واحد الجروب حسب هاد الجروب هذا اذا دخلتي له زعما كيعاونك انك تدخل الصفقات وكذا. مي انا الصراحه ما كنخدمش بجروب، انا فقط اكثر كنخدم مثلا بالطريقه اللي نوريها لكم من دابا شويه، اما هاد الطرق اللي هنايا ديال الجيمز انا ما كنخدمش بهم. المهم انا وريت لكم هذا الجانب هذا باش نشرح لكم موقع كامل باش تعرفوا شنو كاين في الموقع. مورا هنايا في تريد هي فين كنخدم انا، كاين باينري اوبشن. المهم ثم في حتى تداول، يعني كتحط واحد المبلغ مالي وكتعمل واش انك اتكليك في لونغ ولا شورت، يعني واش تدخل صفقه ديال الشراء ولا البيع، ومن خلال داك الصفقه واش تربحها ولا لا. شنو كدير مثلا؟ كيكون ديجا عندك البالانس حطيتي هنا، كتبدا مثلا ب 10 دولار وكتختار واش انك تدخل الصفقه ديال الشراء ولا البيع. وكاين هاد المؤشرات اللي فوق بحال اللي كتشوفوا هادو، زعما كيعاونوكم باش انك تعرف الصفقه اللي تدخلها واش تدخل صفقه ديال الشراء ولا البيع. انا الصراحه دابا دخلت معكم بالعشوائيه باش نوريكم، يعني ماشي باش تشوفوا واش ارباح ولا نخسر، ما حللت ما تيش حاجه، دخلت باش نوريكم فقط. هنا كيبان لك شحال انه باق لك ديال الوقت باش تنتهي هاد الصفقه، حسب كتكون ديال واش دقيقه ولا 5 دقائق ولا اكثر، عاملين نو ريزلت. مورها تجبر انا واش زعما ربحتي ولا خسرتي، فصافي كتبقى يعني في هاد البلاصه خدامي بهاد الطريقه. والبلاصه اخرى وريتها لكم نتوما عارفين كيفاش تخدموا فيها، هما كيطلعوا لكم هنايا هذاك الجيمز راه كيطلعوا لكم هنا شكون ربح، مثلا هذا الربح، هذا شحال ربح في المئة، هذا مثلا الناس اللي ربحوا كاملين هنايا. مورها نخرج من هنايا حيت انا باغا دابا نمشي ونسحب معاكم فلوس باش تشوفوا فلوس واش غتوصلوا بهم. مورها نمشي هنايا، هادو اللي وريتكم دابا عاد يعني الالعاب الناس اللي باغا تلعب بهم، ولا تدخل عند الجروب. نحاول ان نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، وحتى الموقع عاد تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنا الانفيتيشن فريند، الحاجه اللي كنصح بها الخدمه هي الانفيتيشن فريند. علاش كتكون مجانيه؟ تقدر انك تشيري الرابط ديالك مع اصدقاء ديالك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي وتربح من خلاله. دابا جا الوقت اننا نسحبوا الفلوس مع بعضنا. المهم قبل بعد ما نسحبوا فلوس نوريكم بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الديبوزيت، يعني الاداء كيفاش
تيديروا لا. فالديبوزيت كتمشي هنا لهاد الخانه اللي مكتوب فيها الديبوزيت وكتكليكي عليها، وراه كيطلع لك هنا يو اس دي تي تي ار سي 20. كيطلع لك هاد لادريس هادي، كتهزها وكتمشي لباينانس ولا تراست وورت ولا اي بلاصه فيها عندك فيها فلوس ديال يو اس دي تي، وكتدفع فلوسك من تما. كيوصلوك لهنايا كما كتشوف انا رجع عندي 104 دولار حيت خسرت دابا عاد 10 دولار. دابا نجي نسحب فلوسي، كانت كيف الويدرا، وهنا انا ديجا مدخله لادريس ديالي، دوك تي ما مدخلاش، كتمشي تهزها من باينانس ولا تراست وورت ولا اي بلاصه كتحطها هنا. عملت انا فلوس ديالي كاملين نسحبو، وعملت الكود ديالي ديال فاوند باسورد، ديجا شاركته معكم في الفيديو كيفاش ديروه. صافي هكا سحبت فلوسي، دابا غادي نستنى فقط انه نتوصل فيهم. ها هما كيما شفتوا الحمد لله في الباينانس توصلت بهم، هي زائد 103 دولار. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون اعجب ديالكم، كذلك استفدتوا منه بزاف. شوفوا فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو في راسكم وسلام.